طيب قول لي بقى يا استاذ رضا، لو قلت لحضرتك دلوقتي ايه، قدم بقى البرنامج حضرتك او اتعامل كانك ايه على الهوا، خلينا نستمتع بوجودنا في ده يشرفني الاستوديو صوت وصورة بقى استاذ يشرفني. رضا عبد السلام. انا يعني هنعتبر حضرتك ضيف البرنامج ونقدم يا سلام، ده انا يشرفني يا فندم. ده شرف لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج سيرة ومسيرة، نستطلع من خلالها آفاقا رحبة للشخصية الإنسانية التي نتناولها في هذا البرنامج من حيث الحياة والقدوة، ومن حيث الكتب التي ألفتها هذه الشخصية أو أنتجتها هذه الشخصية فكريا، ثم نتناول القضايا الرئيسية في حياة هذه الشخصية. ونحن اليوم في هذه الكوكبة التي أطلت علينا من قناة سي بي سي والأستاذة ريهام، نشرف بها في هذا البرنامج لتكون ضيفة علينا في هذا ده أنا البرنامج. اللي سعيدة إن أنا ضيفة هنا في إذاعة القرآن الكريم، وفي برنامج عظيم زي سيرة يشرفنا ومسيرة، وهو كتاب كمان، يشرفنا. وإزاي في مجموعة كتب بقى إن شاء كملتي الله. بيها الطريق. البرنامج فعلا يعني هو في الكتاب الأول علماء ومواقف، الكتاب الثاني هدايات النقل وإضاءات العقل مع المفكرين، في كتاب ثالث على القراء الذين سجلت معهم، سواء في من رحل للشيخ تمام. الحصري والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عباسط في الطريق والشيخ رفعت، والذين كانوا يعيشوننا زي الشيخ احمد عامر او الشيخ عبد الرحيم دويدار المجتهد الكبير. يعني مجموع كتب ان شاء الله هيبقى في طريق سيره ومسيره باذن الله ان شاء الله.